اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيفي وصديقي العزيز احمد شوبير. مين ما بيحبكش من الجمهور؟ يعني جمهور الزمالك ما بيحبكش؟ لا بالعكس، بيقدرني وبيحترمني جدا، يعني لانه في كل الوقت انا صريح معاه. وبتعرض لهجوم عنيف جدا، تعرف السوشيال ميديا ما سابتش، بس بصر على مواقفي يعني في كل الاوقات يعني، ثم في النهايه بتطلع كلمة الختام الحمد لله ان انا صح. فلا، جمهور الزمالك في علاقة مودة وحب على فكرة بيني وبينه، واحترام شديد جدا جدا بيني وبينه. بس في قطاع من جمهور الاهلي ما بيحبكش، في داخل في عداء معاك. لا مش مظبوط. انت ما بتعتبرش الالتراس جمهور اهلاوي؟ لا خلصوا. خلصوا ولا مستخبيين يعني؟ لا لا خلصوا خلاص خلصوا، لانه وخلي بالك هم في الاخر ولادي يعني ان العيال صغيرين، و وبقابل كتير جدا منهم يعني. لسه قريب واحنا بنجهز للاذاعه الجديده، فجالي ولد منهم وازمنا سبحان الله، مش هقول اسمه بس يعني اسمه يوسف يعني. فقال لي بص انا كنت مدرجات وبشتمك على طول، يعني بالنسبه لنا كان الاساس، بس بعد شويه تاكدنا ان انت صح واحنا غلط، وقلبنا وعرفنا انه كلامك صح، قلنا يا ريتنا كنا سمعنا كلامك يعني. حتى لما بتحصل لهم ازمات بيلجؤوا لي يعني. عايز اقول لك انه في عز الأزمة بتاعت بورسعيد جول البيت يعني، وتبنيت القضية بشكل واضح، لأن أنا أتكلم في أرواح يعني، ما كانش ينفع عيال صغيرة، أنت بتتكلم في 14 سنة و16 سنة و18 سنة و20 سنة، فتتحمل منهم يعني بعض الإهانات وبعض الذبائح. أصل في وقت من الأوقات البعض صورهم على أنهم جزء من مؤامرة وأنهم جزء من تنظيم أحيانا، وفي معلومات بتقول أن بعضهم كده بعضهم بس مش الولاد الصغيرين. مش الولد الصغير يعني، كان في ولد بيقودهم من قطر اسمه مهاب، ده كان معروف يعني طبعا، وانا نبهت على فكره زمان وقلت الكلام ده. من قطر؟ اسمه مصري. مهاب، ده معروفه طبعا. ونبهت على فكره وقلت الكلام ده زمان للقيادات الامنيه، بس ما كانوا بيتريقوا يعني، كانوا بياخدوا الاول كلامي بمحمل السخريه يعني انت بتقول لي ان الالتراس خلصوا دلوقتي؟ يعني التقييد الحراري بالنسبه لي مميت يعني، بس اعتقد انه كل واحد عارف انه في نظام وفي دوله وفي احترام، وبالتالي كل واحد لازم يحترم نفسه. اقول لك مثلا المباراه الاخيره للاهلي امام نصر حسين ضيف البطوله الجزائريه، الجمهور شكله عامل ازاي؟ يشرف، يا سلام، يفرح. شفت شمروخ مثلا؟ شفت هتاف سيء الاهلي؟ ايوه بس شفت جماهير الزمالك غير كده؟ لا، جماهير الزمالك في البطوله العربيه ممتازه. في البطوله العربيه كان عدد قليل في ماتش اهلي طرابلس ده، لكن برضو في التصفيات الافريقيه كان سلوك بعضهم لا مش محترم ومش لطيف ومش لذيذ، بس برضو بتنتهي يعني خلاص انت في يعني خلاص. طب امال ليه لما بنتكلم عن عوده الجماهير بنقول انسوا ده مش وارد؟ لحد ما الدوله تبسط يدها بكامل قوتها يعني، وده اعتقد قادم يعني خلال شهور يعني قليله يعني. يعني انا متوقع الموسم اللي جاي هيبقى فيه جمهور، بس انت عندك انتخابات رئاسيه وعندك برضو شويه قلق يمكن استغلاله يعني. احنا لما لعبنا في الامارات اهلي وزمالك شفنا جمهور الزمالك وجمهور الاهلي كان سلوك راقي جدا. انا حضرت لما بنعمل مباراه المنتخب، ما هو جمهور اهلي 80,000 متفرج موجودين يعني، اسماعيلي ومصري طبعا. لا هتيجي. بص انا مش قلقان من دي يعني، انا حتى لو اجلتها شويه ما عنديش ازمه يعني. متعه الكوره فاقدين فيها جزء كبير، بس ايهما افضل، ان انا العب كوره من غير جمهور ولا انا ما العبش كوره خالص؟ فاضطر ان انا اخد الدواء المر ان انا العب كوره من غير جمهور. بص يا سخيري، الانديه جالها سنتين او ثلاث سنوات سواد مرار طبعا، توقف النشاط. انت النهارده الصناعه كلها تأثر طبعا، بتدفع. انا كان والله العظيم ثلاثه، انا جالي تحت بيتي، جالي الراجل بتاع الاعلام دول اصحابي جدا يعني، جالي قال لي يا كابتن شوف لنا حل خلاص، احنا فلسنا يعني، ما مش جاي ياخد فلوس، جاي بيقول لي شوف لي حل، لانه قال لي كانت بترزق وكانت حلوه وكانت جميله. قال لي داخل في سنتين دلوقتي ما بيدخلش بيتي في الشهر 200-300 جنيه. انت كنت بتعمل كام؟ ساعتها قال لي كنت بعمل 4000 جنيه في الشهر. فقال لي ما بكملش، وبيبكي يعني. حتى حاولت اساعده، كان عنده عزه نفس رهيبه جدا ورفض يعني. فانا اعتقد انها ظاهره في نهايتها يعني، والقانون لازم يسود يا استاذ خيري، لانه ما عادش ينفع بقى يعني. ما نقعدش احنا كمان انا وانت والناس كلها نطلع ونقول القانون ومش عارف ايه وبتاع، واحنا اول ناس بنتجاوز يعني.